في هدوء هذا الليل وعلى أرض شربت من دماء شهداء، يبدأ مشهد تتكرر فيه الألوان والمشاعر عاما بعد عام. إننا هنا في كربلاء، موطن التضحية والفداء، حيث تتجلى أعظم حكاية الشهادة. الليل في كربلاء في هذا اليوم ليس كأي ليل، إنه ليل يتوشح بالحداد وتضاء فيه القلوب قبل المصابيح. يجتمع الناس هنا مرددين أدعية ومراثي، تتداخل أصواتهم مع أصوات الرياح، وكأن السماء والأرض تئن بصوت واحد، حبا ووفاء لسبط رسول الله. قبل أن تبدأ عملية تبديل الراية تقام المراسم الدينية. يملأ المؤمنون الساحات والأزقة المحيطة بضريح الإمام الحسين عليه السلام، ترفع الأيدي بالدعاء والتضرع، وتعلو الأصوات تلاوة للقرآن الكريم، وترفع المواكب أصوات مراثي العزاء في تناغم روحاني يعكس عظمة هذه الليلة وقدسيتها. ليس تبديل الراية مجرد تقليد، بل هو جزء لا يتجزأ من الموروث الديني والثقافي الذي يحمله المجتمع الشيعي عبر العصور. هذه التقاليد تمتد جذورها إلى تاريخ طويل، وتعبر عن الولاء والوفاء لمبادئ الإمام الحسين عليه السلام. إن راية الحسين عليه السلام وأخيه أبي الفضل سلام الله عليهم هي تبقى راية مرفوعة، وهذا الذي نستفيد حتى من الروايات الشريفة، أن هذه الراية ستكون علماً وستكون معلماً مهماً لواقعة الطف. الراية سواء كان عند المسلمين عموماً أو عند غيرهم، ما دامت الراية مرفوعة تمثل أن هناك حياة في هذه الجهة. وراية سيد الشهداء عليه السلام وأخيه أبي الفضل حية لهذه الفترة أكثر من 1300 سنة، وإن شاء الله تبقى إلى أن يستلمها الطالب بالثار وهو الإمام المهدي سلام الله عليه. تعود جناب السيد مصطفى سلمه الله أن ينال هذا الشرف، أن هو يبدل هذه الراية في شهر محرم، يبدلها، ينزل الراية الحمراء ويستبدلها بالراية السوداء. وطبعا البدء سيكون في العتبة الحسينية المقدسة، ثم بعد ذلك المعزون المؤمنون يأتوا أيضا إلى العتبة العباسية المقدسة، وترفع الراية وفق مراسيم اعتاد عليها المؤمنون. شعورنا يعني من تقدم وبيروح القبة الشريفة وشيء ما أقدر أصبح، وأني أقل الموجودين وأقل الناس اللي إنه أرتقي هذه القبة المواثق وتمولى بفضل العباس، هذه القبة التي يحرضها الملائكة وراية الإمام الحسين كانت بيد المولى بفضل العباس عليه السلام. والعباس عليه السلام أعطى لأخيه الإمام الحسين كل شيء، والحسين أعطى لله كل شيء، فالله أعطى كل شيء. يتماوج الأفق بكثافة الحضور، والفؤاد يمتزج بلوعة، تتجمع الجمع كأنها بحر هادر لا نهاية له، تغمرها مشاعر الإيمان والصمود، تتقدم المواكب بقلوبها المنكسرة، وتتعالى صيحات يا حسين ويا عباس في الأجواء، وكأن الزمان يعود بنا إلى لحظة النزال العظيم. ولا يخفيكم في كل سنة، وإن شاء الله هذه السنة أيضا، المؤمنون يتجمهرون بكثرة، وكأن هذا هو إيذان ببدء الشعائر. أصبحت رمزية الراية
أشبه بالتوقيت الذي ينتظره المؤمنون. يعني إذا رفعت راية على قبة الحسين عليه السلام وعلى قبة أبي الفضل عليه السلام، سترفع الرايات في كل مكان يتواجد فيه المؤمنون بدءاً للشعر. يعني الآن الناس تنتظر، وكأنه كما قلت هو عبارة عن توقيت. إذا رفعت الراية معنى ذلك ابدأوا بالشعائر. تغيب الشمس بإرادة على غير عادتها، وكأنها تخجل من حضور هذا المشهد الحزين. تصطف الأعلام والمسيرات، ويتقدم حامل الراية بتلك القطعة المقدسة التي تشبعت بروح الشهادة والتضحية. يرفع الراية السوداء عالياً، تتطاير في مهب الرياح، وتسبح في سماء كربلاء كأنها تحمل صرخات شهداء الطف وآلامهم. دابت الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة، وبتوجيه مباشر من لدى مقام سماحة السيد المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة سماحة السيد أحمد الصافي وكيل المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف أدام الله عزه، في كل عام بجعل هذا البرنامج بأهمية كبيرة من خلال حضوره المبارك وحضور فضلاء من المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف سادة ومشايخ، ومن خلال حضور وجهاء مدينة كربلاء المقدسة، كما نتشرف بالحضور وجهاء وخدام العتبات المقدسة في العراق. ويتخلل هذا البرنامج قراءة آية من الذكر الحكيم وكلمة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة ووكيل المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، يحث فيها الناس على قضية الإمام الحسين وأبعاد هذه القضية، ويحث أيضا الناس على تطبيق ما أوصى به الإمام الحسين عليه السلام على الواقع العملي في حياتهم اليومية. ومع حلول اللحظة الحاسمة تنزل الراية الحمراء ببطء، تلك الراية التي كانت ترفرف عالياً وتذكر الجميع بالدماء الطاهرة التي سالت على أرض كربلاء ولم يؤخذ بثأرها. تتراكم المشاعر في قلوب الناس، تتقاطع النظرات الحزينة، وتختلط الأنفاس بالدعاء والذكرى، بينما تتناول الأيدي بحرص راية الشهادة ويعاد طيها بكل إجلال. إخواني تمسكوا بالحسين عليه السلام، نجاتنا لا فقط في الآخرة، فكرنا يتجدد ينشط بالحسين عليه السلام. العراق إخواني التفتوا لما أقول، العراق وأخاطب الشباب، الحسين عليه السلام له فضل كبير علينا. كلما خرج شبابنا، وإن شاء الله لا يخرجنا عن الطريق، وكلما جاءت أفكار الحسين يتعهد أن يرجعنا إلى الطريق الصحيح. الحسين هو هادينا. ها هي الراية السوداء ترتفع لتشحذ مشاعر المؤمنين، وتقف شاهداً على بدء موسم الحزن والعزاء، تذكرهم بتلك الفاجعة العظمى، وتلهمهم الصبر والقوة، وتستمر في رفع معنوياتهم وسرد حكاية العزاء. هكذا في أجواء حزن مهيب تستبدل الراية الحمراء بالراية السوداء، تلك القماشة السوداء التي تحمل في طياتها كل معاني الحزن والفقد، ترفع لتعلن بداية شهر يحيي فيه المؤمنون ذكرى فاجعة كربلاء. حقيقة أول دعائي هو تعجيل فرج الإمام الحجة المنتظر المحتاج، الله تعالى فرجه الشريف،
ولا إلى حق المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، وحفظ أخواني قدام المولى أبي الفضل العباس وعلى رأسهم معلمنا ومربينا سماحة السيد المتولي الشرعي سماحة السيد أحمد الصافي، الذي لن يدخر جهده في هذا البناء وهذا التخطيط، وتحمل العناء الكبير خلال هذه الفترة منذ سقوط اللانظام ولحد هذا اليوم. وإحساسي يوم تقلت أول صعود القبوة الشريفة نفس إحساسي عندما أتقلدها في كل مرة، لأن الرهبة والهيبة التي موجودة في هذه القبة نفس الرهبة ونفس الهيبة حقيقة، لأن هذه القبة هي القبة المشرفة التي يشرفها الطم الشريف لاحتوائه على الجسد الطاهر للمولى أبي الفضل العباس. وكما تعلم أن العباس عليه السلام هو باب الحوائج عند الله وباب الإمام الحسين وحامل لواء الحسين عليه السلام، ومن هذا المكان الطاهر حقيقة آمين ما أمتلك إلا الدعاء إلى كل شيعة أهل البيت عليهم السلام وإلى كل طالب حاجة حقيقة. الراية السوداء ترفرف على أرض كربلاء شاهدة على موروث يتجدد في كل عام، وهو يحمل في طياته معاني الفخر والحزن. محبة الإمام الحسين عليه السلام تعززها القلوب وتغذيها النفوس، لترتفع تلك الراية في كل الأزمان رمزا للشهادة والصبر والإيمان، ولتبقى ذكرى الإمام الحسين عليه السلام خالدة تلهب القلوب وتجمع الأرواح، تشهد على حب لا ينطفئ وانتماء لا يتبدد.